هذا الرئيس هذا كيحاربي عبد الله وي مصطفى. كنت غادي نكون في الاولمبيات. بزاف ديال الناس باغيين يخرجوا يهضروا ولكن ما قادينش. راه حرمني هذا السيد هذا رئيس الجامعه راه ظلمني. رحيم معكم مصطفى عبد اللهوي بطل المغرب في رياضه الجيدو 16 مره بطل المغرب وحاليا بطل المغرب سنه 2024 جوج ميداليات في الشامبيون دافريك ست ميداليات بطوله عربيه جوج ميداليات انترناسيونال سانكيام في لي جو ديال باكو. انا تقسيت من بطوله افريقيا درت بطل ثلاثه الميداليات حصلت عليهم في 2023 24 حصلت على البطوله الوطنيه ديال الشرطه لابيليزيري كتكاليفيك البطولة المغرب وحصلت على الشامبيون دو ماروك شامبيون دو ماروك 2024 تتلقى تنتفاجئ تلقى الاقصاء ديالي من رئيس الجامعه الملكيه المغربيه اللي جيدو تلقى راسي مقسم من بطوله افريقيا. عيطت للمدير التقني كنقول له علاش نتقصى انايا المدربين قالوا لي ما عندنا حنا ما نديروك انت اللي خصك تمشي قانونيا انت اللي خصك تمشي. المدير التقني قال لي انا ما عندي ما ندير لك راه حيدك الرئيس. الرئيس يخالف تخالف القانون. القانون ديال الرياضه كيخالفه. نورمالمون انا كنعرف بطل المغرب هو اللي كيكون في الشامبيونات افريك وكيكون في البطوله العربيه. هذا الرئيس هذا كيحاربي عبد الله وي مصطفى ما كيحاربش هذوك اللي معاه. الاعضاء اللي معاه اللي جالسين اللي داو من المنح ديال سيدنا الله ينصرو في 2009 داو منها والمنح اللي كيعطي سيدنا باش يعطيهم الابطال هذاك الشيء كاع ما حاسبهمش عليه كيحاسب به مصطفى عبد اللهوي. بغينا نعرفوا شكون هو هذا السيد هذا اللي عوضك في هذه البطوله الافريقيه وكيفاش تم المنع ديالك باش انك تمشي للالعاب الاولمبيه. انا بيني وبينك كون لعبت بطوله افريقيا كنت غادي نكون في الاولمبيات في اولمبيات ديال باريس كنت غادي نكون فيها ولكن تنتفاجئ الاقصاء من رئيس الجامعه خاص رئيس الجامعه مي جيت نهضر معاه قطع عليا التليفون ما بغاش يهضر معايا ما بغاش يتواصل معايا صافي ما رد عليا حتى شي حاجه صافي جا الاقصاء من عنده مي كنعيط تنعيط اللي كنهضر معاه تيقول لي انا ما عندي ما ندير لك رئيس الجامعه اللي قصاك دابا انا رئيس الجامعه مي غادي يجي ويقصيني هو يشوف هذوك اللي حداه اللي كيديو من المنح اللي كيديو من هادي باش يجي يحاربني انايا. اختاريتي انك تبيع الفواكه يعني وصلتي للاخر ديال كما كنقول اخر المسار ما لقيتيش شي حاجه ما دير باش انك تدخل واحد المدخول للعائله ديالك خرجتي تقاتل مع الوقت كما كنقولوا شنو الرساله اللي ممكن لك توجه للشباب اللي طموحين وانهم كيقولوا بانه الرياضه ممكن انهم تديهم بعيد وانهم توكلهم طرف الخبز. انا ما نكذبش عليك انا خرجت نبيع ونشري باش ما نمدش يدي على بنادم. انا بطل ولكن خرجت نبيع ونشري باش ما نمدش يدي على شي واحد. انا كنوصل واحد الرساله بعد الابطال واخا انا اللي خرجت انا الوحيد بعدا خرجت هضرت خاص كاين بزاف ديال الناس اللي باغا تخرج تهضر ولكن ما قادينش يخرجوا يهضروا. بزاف ديال الناس باغيين يخرجوا يهضروا ولكن ما قادينش. انا خرجت نهضر واخا عارف راسي غادي ما من هنا لقدام ما عمري نعاود نشوف شي كومبيتيسيون ما عمري غادي نشوف غادي يقصيوني باش ما كان خصهم هذيك بحال اللي كتقول الجامعه واخده هو بالمال الخاص ديالو واخده بالمال الخاص ديالو كيدير فيها ما بغى. تصور اخويا دابا نقول لك تصور الاولمبيات غادي مدرب دون المستوى مدرب دون مستوى مدرب ما عندوش القاب ماشي بطل المغرب ماشي بطل افريقيا ما حتى شي حاجه وما عندوش دبلومات دوليين دبلوم دولي ما عندوش كيفاش انت لا يعقل غادي تهز مدرب وغادي تصيفطو الاولمبيات يمشي مع الدراري الاولمبيات ما يقدم حتى شي حاجه ما يعطيك حتى حاجه وخصك تعرف اللي تصيفطو خاص هذا المدرب عنده جوج اصوات نهار غادي يجي التصويت غادي يصوت عليه بهذوك جوج اصوات ديالو تيعطي تيدي كيصيفطو مع الجينيور مع الكادي مع السينيور على هذا مدرب ما بطل المغرب ما حتى شي حاجه ما دي انت تصيفطو مع الجينيور مع السينيور مع الكادي راه خويا راه رئيس الجامعه راه حرب ابطال حرب ابطال بزاف ديال الابطال اللي حاربوا منهم انايا
تصور بزاف كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم مناصب في الجامعه قلتي ما عندهمش واحد الصفه وما كيقدموا حتى شي اضافه. هضرنا على الطبيب قلتوا بانكم ما كانش عندكم طبيب، شنو يمكن لك تقول لنا في هذه النقطه بالخصوص؟ احنا ما عندناش طبيب في ليكيب لاسيونال. تصور مؤخرا مشينا لتونس اخويا لعبوا واحد كومبيتيتيف في تونس، عيطوا لي قالوا لي لا تلعب في تونس. مشيت كي وصلنا كي لعبنا ما عندناش طبيب، ما مشينا بلا ما، ما مشينا بلا لونجو دو بورش، لا حتى شي حاجه، ما عطاونا حتى شي حاجه وما مشى معنا لا طبيب لا حتى شي حاجه. الله سطول الاخرانيه دارتوا لي دوله اخرى، دوله اخرى دارتوا لي. ولكن باش هادشي باش تهضر عليه ما يخليوكش تهضر على هادشي. هاد رئيس الجامعه جا هرس الجيد ود المغرب. صور اخويا انا واحد النقطه اللي بغيت وزير الشباب والرياضه يعرفها، وبغيت سيدنا حتى هو يعرفها، بالله راه رياضه الجيدو راه ما عندناش ميداليه اولمبيه ولا ميداليه عالميه. رياضه الجيدو ما عندناش، راه البوكس عندهم ميداليه في الاولمبيات وفي بطوله العالم، تيكواندو عندهم، في جميع الرياضات عندهم الا الجيدو. علاش خاص الجيدو فيه الفساد؟ فيه الفساد. كيفاش لي يعقل واحد رئيس الجامعه ما عمرو دار رياضه الجيدو ولا في الرئاسه؟ تصور ما عمرو دار رياضه الجيدو ولا في الرئاسه. كيفاش لا يعقل غادي نجي انا غادي نعطي واحد الرئاسه وهو ماشي 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 في رياضه الجيدو؟ وكيفاش واحد ماشي بطل المغرب ونعطيه يمشي مع الدراري الاولمبيات وهو ماشي ما دارش بطل المغرب؟ ما كيفاش لا يعقل اخويا؟ تصور دابا، تصور ملي كتمشي كتلعب في الانترناسيونال، كتلعب في الانترناسيونال كتلقى واحد مدرب ديالو اوزباكستاني ولا روسي ولا هذي، قدم مدرب ديالو بطل اولمبي بطل عالمي، انت كتلقى راسك ما عندك لا مدرب لا والو. بحال انا مؤخرا في تونس داخل لعب كومبيتيزي واحد كومبا في تونس، ما دخلش معايا المدرب، ما دخلش معايا المدرب، ما دخلش معايا كاع، ما دخلش، مشاو مدربي، ولكن المدرب اللي يدخل معايا ما دخلش معايا، ما كاينش. تصور ما كاينش اصاحبي، ما كاينش اللي يعطيك، حتى اللي يعطيك حتى اللي تلقى الاخر مدرب ديالو بطل اولمبي داخل معاه، الطبيب داخل معاه، حنا ما عندناش. تصور حنا الماء ديال الروبيني كنشربوه في دوله اخرى، الماء ديال الروبيني كنمشيو نشربوه في دوله اخرى. اقسم بالله خويا هادشي راه ظلم حقره. اذا كان قدامك دابا الرئيس ديال الجامعه، شنو هي الرساله اللي تبغي توصل ليه مباشره؟ انا اللي بغي نوصل الرساله ديالي الرئيس الجامعه، هي هذاك المنصب اللي فيه هو يحطو يخليه لواحد اخر، اللي الناس ابطال اللي يستحقوا. كاينين الناس اخويا غادي يستحقوا هذاك المنصب. صافي تصور انت 14 عام وهو في الرئاسه، 14 عام وهو في الرئاسه وما دار حتى شي حاجه، 14 عام. تصور 14 عام مي جا فيها اكثر من 30 دري هربوا لبرا. تصور اكثر من 30 دري هربوا من نهار مي جا الرئيس. تصور اخويا بنت عندها 15 عام هربات، كانت معايا في ليكيب لاسيونال، هربت للسبليون، بنت عندها 15 عام هربت. ما فكرتيش انت تمشي تهاجر لبرا وتخوي البلاد؟ ما داكشي اخويا اخر حاجه كنفكر فيه. انا جالس هنايا مرتاح في بلادي، مرتاح هكا عايش مع دارنا باللي قسم الله، ما تنبيع وكنشري وداكشي اللي صورته اللي قسم الله كنتريني به وكندير هذاكشي، وما تنفكرش شي حاجه نعيش في دول. مازال عندك امل انك تمارس وتمشي بعيد وتعاود تلعب لما لا بطولات دوليه وتمشي الالعاب الاولمبيه المقبله؟ خويا انا كيف ما قلت لك، انا قلت لك ما يخرجش للاعلام، الناس الاعلام باش نهضر معاهم، راه عرفت راسي غادي نتهرس، ومن لهنا لقدام ما عمرك غادي تشوف معاهم شي حاجه. زعما ما عمري غادي نشوف شي حاجه، انا حلم نشوف شي حاجه. ما حدد الرئيس باقي، ما حدد الجامعه. تصور الجامعه مؤسسه صاحبي 60 عام، ما عمرها تبدل فيها واحد ما عمره تبدل فيها واحد من الجامعه، ما عمره تبدل. تصور صاحبي، تصور شي وحدين صاحبي شادي المناصب، ما دون المساواه. تصور صاحبي دون المساواه، ما عندهمش القاب. رئيس الجامعه، رئيس الجامعه انا اللي كيحاربني، انا اللي كيحاربني ولا تيتحاسب معايا انا؟ راه نتحاسبوا معاه هو، نتحاسبوا معاه هو. شنو داير اللي 14 عام هو جالس في هذيك الرئاسه؟ شنو درتي اللي غادي نتحاسب معاه؟ شنو دار؟ ما دار حتى شي حاجه، 14 عام هو في الرئاسه، ما دار بطوله عالميه. تصور بطوله العالم كتلعب من العام للعام،
ما دار بطوله عالميه، ما دار بطوله اولمبيه، ما دار حتى شي حاجه. ملي كنهضروا على التكوين وتوسيع قاعده ديال الممارسين، واش كاين هذا العمل في الجامعه ولا ما كاينش؟ حيت نورمالمون الا بغيتي تكون ابطال خصك تكونهم من لاباز، يعني من الفئات وانت طالع حتى كتوصل الابطال اللي هما كبار. شوف عندنا ابطال اخويا في المغرب، كاينين ابطال، كاين ابطال اللي وليوا رؤساء، وكاين ابطال اللي وليوا مدربين. انا جبت لك واحد واخا ما منهم عادل بلقايد. عادل بلقايد شامبيون كبير، شامبيون كبير كنعترفوا به، سبعة المرات شامبيون دافريك. تصور عادل بلقايد تمشي للجابون، تمشي لكوريا، تمشي لفرنسا، تمشي لهولندا، تمشي لميريكان، تمشي لاي دوله، كلهم كيجبدوا لك عادل. تصور حنا جا عندنا واحد بطل اولمبي جا عندنا لفرنسا، قال لنا، قلنا واش عادل بلقايد واش هو رئيس الجامعه؟ قلنا ليه لا ماشي هو رئيس الجامعه، شد فراسو، هذا بطل اولمبي جابوني، بطل اولمبي. سولنا على عادل بلقايد، قلنا ليه لا ماشي هو رئيس الجامعه، قال لك علاش ما يكونش هو رئيس الجامعه ديالكم؟ خاص هو اللي معروف في شامبيون كبير في المغرب. كيفاش لا يعقل اخويا واحد راه ما عمرو دير جيدو اصاحبي باش يحس بي انا بطل. انا راني بطل عليه، وانا راه داير بارماريس عليه، انا راني 16 مره بطل المغرب عليه، وجوج مرات ميداليه الشامبيونات افريك. راه بارماريس ديالي هو اللي كيحكم عليا، راه ماشي تنقول له هو يحكم عليا، بحال هو كيقول للناس، تيقول لهم انا دابا نشوفوا شنو غادي يدير. راه نشوفوا هو شنو دار في 14 عام يتحاسب معايا. هاد السيد هذا خاي راه خصو المحاسبه اخويا. شنو هي الرساله ديالك اللي تقدر توجه للمسؤولين على الرياضه في هذه البلاد؟ انا خويا شنقول لك، انا كنطالب من سيدنا الله ينصره ويخليه لينا ويطول له في عمره، وكنطالب من وزير الشباب والرياضه ياخذوا لي حقي. انا راني تظلمت، اقصاء ديالي من بطوله افريقيا، اقصاء ديالي من لي كومبيتيسيون كاملين، من الاوبن انترناسيونال. تصور اي تظاهرات تنتقصى منا، لي ستاج ما كيعيطوليش. مثلا انا كنطالب من سيدنا الله ينصره ويخليه ليا، راه حرمني هذا السيد، هذا رئيس الجامعه، راه ظلمني وقصاني من بزاف ديال التظاهرات، قصاني من بطوله افريقيا باش ما نمشيش للاولمبيات، قصاني. وانا خليت له الله وخليت له سيدنا، راه خليت له الله وخليت له الملك، من غيرهم راه ما خليت له حتى شي حاجه. الله ياخذ فيه الحق، والله يجعل ربي ياخذ فيه الحق، والله يجعل ربي ياخذ فيه الحق. علاش خاص حقرني؟ خاص ظلمني؟ كيف قصاني وكيف ظلمني؟ راه انت اخويا تجي تشوفني انا كنبيع البنان، علاش خاص بو ما سميتو فلان، بو ما سميتو فلان، بو ما خدام فلان ما خدمتش. انا بوي سائق طاكسي، ماشي شي واحد. حنا دارنا ما فحالهمش، المهم راه ماشي شي وحده فلانه ولا فلانه باش غادي يزيدوني لقدام.